عقد قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزي اجتماعا مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في حضور أعضاء المجلس العسكري، وعرض معهم التطورات المحلية والإقليمية وأوضاع المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها لبنان. وخلال الاجتماع تحدث العماد عون عما يعانيه البلد نتيجة التدهور الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الجيش هو جزء من هذا الشعب ويعاني مثله، ولفت إلى أن الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الصعد، مشددا على أن العسكريين يعانون ويجوعون مثل الشعب، ومتوجها إلى المسؤولين بالسؤال: إلى أين نحن ذاهبون؟ ماذا تنوون أن تفعلوا؟ لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره. نحن مع حرية التعبير السلمي يلي بيرعاها الدستور والمواثيق الدولية، بس أكيد مش مع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وما رح نسمح لحدا يمس بالاستقرار والسلم الأهلي. قصة إنه الفرار بسبب الوضع الاقتصادي غير صحيح الوضع. مثل ما قلت، يعني الضغط اللي عم بيعيشه العسكري بسبب معاشه فقد قيمته، بعده عم بيتطلع على هالمؤسسة يلي هي ضمن الوحيدة لعائلته ولإله. كل سنة بخفضوا لنا الموازنة. موازنة ما عم تكفينا. بدي اسأل، بدهم الجيش ولا لا؟ بدكم جيش يضل واقف على اجريه ولا لا؟ مطلوب من الجيش مهمات كثيرة. صحيح نحن جاهزين لننفذ، بس الأعباء كبيرة ما بتتقابل بتخفيض مستمر بالموازنة. حكينا كتير مع المعنيين، لأنه الأمر عم بيأثر على معنويات العسكر، بس للأسف ما في نتيجة. مش فارقة معهم الجيش، مش فارقة معهم معاناة العسكر. البعض للأسف بيتهمنا أنه كنا عايشين بنعيم ولازم نوقف الهدر. بدي اسأل هالمسؤول او هالبعض، وين النعيم اللي عايشين فيه؟ يتفضل يجي يقعد محلنا ويبعد عن عائلته ويتحمل اللي عم نتحمله، ويقعد بالسقعة ويقعد بالشوب وعلى الطرقات وبالجبال، ويقول لي وين النعيم وانا بقدم له اياها. الهدر، وين الهدر؟ هاي الاتهامات لم نقبلها ولم نرضى فيها. ما بنقبل حدا يمس بحقوق العسكريين تبعنا اللي بالخدمة الفعلية وحتى المتقاعدين. شفنا انتقادات كتيرة على المساعدات اللي عم تجي. لو ما هالمساعدات اللي عم تجي من الدول الصديقة والجيوش الصديقة كان الوضع أسوأ بكتير. من جهة ثانية، أكد العماد عون أن الجيش يتعرض لحملات إعلامية وسياسية تهدف إلى جعله مطواعاً، مؤكداً أن هذا لن يحدث أبداً. الجيش هو مؤسسة إلى خصوصيتها، ممنوع مين ما كان يكون يتدخل بشؤونه، لا بالتشكيلات ولا بالترقيات ولا بالتطويع ولا برسم مسارها وسياستها. هالشي عم يزعج البعض أكيد، وكتار المزعوجين من هالوضع. ضميرنا مرتاح وما عندنا شي مخبى وكله معلن. ما بدنا شيء إلا نحافظ على المؤسسة العسكرية ونحافظ على استمراريتها ووحدتها بغض النظر عن التشويش. هدف الحملات هو ضرب الجيش وتشويه صورته، بس لمصلحة مين؟ ما رح نسمح أنه الجيش يكون مكسر عصا لحدا أبدا، ولا أنه تأثر هالحملات على معنوياتنا ولا على مهماتنا. مش كل حدا عنده غاية أو غايات معينة وأهداف مخبية بيستسهل ينتقد الجيش. وإذا كان البعض هدفه من هالحملات لضرب الجيش وفرطه، هن بيعرفوا أنه فرط الجيش يعني نهاية الكيان. وأثنى قائد الجيش على جهود الضباط والعسكريين الذين يواجهون ضغوطاً مختلفة، وفي موضوع التهريب على الحدود دعا العماد عون الذين يتهمون الجيش بالتقصير إلى معاينة الحدود عن قرب والاطلاع على ما أنجزه الجيش من أبراج مراقبة وإجراءات والظروف التي يتواجد فيها العسكريون. وفيما خص عملية التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، نحن دورنا تقني ومهمتنا محددة. نحن جديين إلى أبعد حدود للوصول إلى حل بيحفظ حقوقنا وثرواتنا. اللي طرحناه هو بحسب القوانين الدولية ننتظر من السلطة السياسية أنه تقوم بواجباتها
لدعم ومواكبة وفدنا المفاوض، أو تتفضل تقول شو المطلوب منا. أما على الصعيد الأمني فقد أشار العماد عون إلى أن الوضع غير مستقر بسبب الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها واستمرار تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته اليومية، بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية النائمة.